سبب في خلق مؤقت للطريق الوطني رقم 47 رابط بين ولايتي البيض والأغواط بالتحديد بمنطقة القرمة، استدعى تدخل مصالح الأشغال العمومية وعناصر الحماية المدنية كذلك الدرك الوطني لفتح الطرقات والمسالك. العرج برمضان. نظمت مصالح أمن الولاية خرجات ميدانية لمساعدة المواطنين وكذلك مرافقة المصالح المختصة في فتح الطرقات، حيث سجلنا انقطاع طريق الرابط بين ولاية البيض وولاية الأغواط. كما نظمت مصالح أمن الولاية خرجات ميدانية لمرافقة المواطنين وكذلك تقديم نصائح وإرشادات لمستعملي الطريق خصوصا سواق المركبات. نظرا للظروف المناخية الصعبة والمتمثلة في سقوط الثلوج صبيحة هذا اليوم على ولاية البيض وخاصة في الطريق الوطني رقم 47 بمنطقة لاقرمي، بأمر من القيادة تم تشكيل 5 دوريات تابعة لكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض وفرقة أمن الطرقات بوضع نقاط على مستوى مفترق الطرق وخاصة مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية ستيتن، وهذا لتسهيل حركة المرور وكذلك فتح الطريق بالوسائل المتحركة. بالحق رانا كاع جماعة الأشغال العمومية، الحماية المدنية، الدرك الوطني، كاع راهم يخدموا هنا معانا ورانا واقفين وقفة تاع راجل واحد.